خلينا نروح مع حضراتكم لملف آخر وموضوع آخر، والحقيقة يمكن هذا الملف هو الملف من أهم الملفات اللي يمكن العالم الآن بسببه أو بيعاني من تداعياته الآن. تداعيات كتيرة جدا الحقيقة بتحصل بسبب التغيرات المناخية اللي بكل تأكيد بيكون ليها تأثير على كل مناحي حياتنا، من أهمها الزراعة وبالتالي طبعا المحاصيل. خلينا نتكلم تحديدا على وزارة الزراعة المصرية اللي أصدرت توصيات لمواجهة العديد من بعض الأمراض الطارئة على المحاصيل، من أبرزها مرض التفحم السائب اللي ممكن يصيب محصول القمح. فعلا جمانة، مرض بيصيب محصول القمح. هنعرف تفاصيل أكتر واستعدادات وزارة الزراعة لمواجهة الأمراض اللي بتصيب محصول القمح اللي هو محصول مهم واستراتيجي للدولة المصرية. معانا على الهاتف الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. بنصبح على حضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، ربنا يخليك. يعني في البداية حابين نعرف إيه هو المقصود بمرض التفحم السائب اللي بيصيب محصول القمح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية هو القمح زي ما حضراتكم عارفين وكل يعني عارف انه محصول قومي مهم جدا للدولة المصرية، ومحصول كمان مهم جدا للمزارع، ومحصول تاريخي من ايام القدماء المصريين، وهو مرتبط بحاجات كتيرة للمزارع لدرجة ان المزارع بيسميه محصول الغلة. كلمة الغلة معناها اي حاجة بتطلع من الارض، فكأنه خلى كل المحاصيل يعني في صورة القمح. القمح طبعا محصول شتوي، وبالتالي بيتحمل نوعا ما درجه الحراره المنخفضه، بيتحمل اجواء الشتاء اللي ممكن بعض المحاصيل الثانيه ما بتتحملهاش، ولكن احيانا بيتعرض لبعض المشاكل، سواء كان حتى مشاكل على مستوى الانتاجيه او مشاكل على مستوى الاصابه بالامراض. نقدر نقول الحمد لله السنه دي، وده يعني خبر كويس، ان القمح لم يعرض هذا الموسم لمشاكل مرضيه ممكن تسبب مشاكل. الحمد لله. سواء كان على مستوى مرض مهم جدا هو من امراض الشتاء اسمه الصدأ الأصفر، أو مرض قديم نوعا ما اسمه التفحم السائب اللي هو سنبلة بيبقى لونها أسود. أيا كان المرضين، فالأجواء فالسنة دي الحمد لله نقدر نقول إن تقريبا ما فيش إصابات تذكر، وده حاجة كويسة جدا. ولكن طبعا في توصيات مهمة جدا للمزارع للنهوض بمحصول القمح بصفة عامة. خلينا كمان نعرف إن كان في إجراءات استباقية قامت بها أجهزة وزارة الزراعة، مراكز البحثية، في استنباط، ودي نقطة مهمة جدا، في استنباط أصناف من القمح. أنا بزرع تقريبا 17 صنف، حتى المزارعين اللي سامعيننا عارفين أسمائهم، اللي هو مصر واحد ومصر اثنين، اللي هو سخا 95، سخا 96، بني سويف 7، 6-12، 6-14 وهكذا. دي أصناف بتزرع معظمها أو تقريبا كلها اسمها متكيفة مناخيا نوعا ما، لأنها قصيرة العمر. كان القمح بيقعد في مصر زمان 180 يوم واكثر، دلوقتي لا يتجاوز 150-155 يوم، وده خلاه يهرب من حاجتين مهمين جدا بالمناسبه، بيهرب من مرض كان اسمه صدأ الساق، وده كان بيعمل لنا مشاكل كتير جدا في مصر زمان، ولانه بيجي في سته يكون القمح نضج وكمان اتحصد لغايه ما الجراثيم ما تيجي عن طريق الرياح مصر، يكون القمح اتشال من مصر عموما بصفه عامه، وده ميزه ان عندي اصناف مبكره او اصناف قصيره العمر. الحاجه الثانيه إن الصيف المبكر اللي كان بيجي في شهر 4 وشهر 5، ونلاحظ إن الجو بقى صيف، الأصناف قصيرة العمر خلت الفترة الحساسة من القمح اللي هي فترة الطور العجيني واللبني تبعد عن الصيف المبكر وتكون مبكرة نوعاً ما عن أي موجات تيجي. الكلام ده مش دلوقتي، الكلام ده على مستوى نماذج التنبؤ بالمناخ لمدة 10 سنين إن شاء الله لن نعرض لمشاكل. يعني الكلام ده ما جاش من فراغ، ولكن جاء من شغل كتير قعد سنين طويله لمربي القمح واللي استنبطوا اصناف، بكل تاكيد الدوله اتحملتها في استنباط ال 17 صنف. ما حدش بيحس بالكلام اللي انا بقول لحضرتك عليه، سواء المزارع اللي هو موجود في ارضه بالمناسبه من ساعتين وهي الناس لسه ما صحتش منهم، موجود في عز البرد في ارضه، ولكن هو بيجيب صنف ويزرعه، ما يعرفش بقى الجهد. يمكن ده يا فندم دور البحث العلمي، واكيد هنتكلم في النقطه دي انها نقطه مهمه جدا، لكن اسمح لي دكتور ارجع مع حضرتك. احنا بنتكلم على اصدار وزاره الزراعه لتوصيات لمواجهه العديد من الامراض الطارئه، على سبيل المثال التفحم السائب، وحضرتك بتقول انه الحمد لله حتى الان، يعني برضو صحح لي لو كنت فهمت حضرتك بشكل صحيح، انه ما فيش طوارئ مناخيه وضحت او تنذر باي قلق حتى الان. لا، هو ما فيش مشاكل من المرضين دولت. الصدى الاصفر لا، جه في 2019 وعمل مشاكل كتير في القمح في مصر. خلينا نتكلم في التفحم السائب عشان يبقى المزارع ياخد توصيه يعني محدده. التفحم السائب مرض قديم قوي، ولكن معظم الاصناف زي ما قلت لحضرتك مقاومه لهذا المرض، ولكنه بيظهر
احيانا من بعض المزارعين اللي بيزرع من الكسر البيت. خلي بال حضرتك برضو ان وزاره الزراعه السنه دي اعلنت ان كل مساحات القمح في مصر هيكون لها نصيب من التقاوي المعتمده، التقاوي اللي تم انتاجها من خلال اداره مركزيه لانتاج التقاوي، وبالتالي هي خاليه تماما من اي امراض. ولكن في بعض المزارعين مستمرين بيزرعوا من البيت. مرض التفاحم السائب لو ظهر عند اي مزارع، سنبله طويله شويه لونها اسود فيها تفحم زي الفحم بالظبط الاسود، لو حط ايده يطلع في ايده، ده مش مطلوب منه غير بس يحط كيس بلاستيك او كيس ورق بشويش على السنبله بحيث يقطعها من تحت السنبله ويمنع ان الجراثيم التفحميه الصغيره تروح على اي سنبله لسه جديده، عشان المرض بيستنى في السنبله للسنه الجديده ويرجع لما تزرع التقاوي دي يحصل المشكله. فهو ده هيخليني اسال حضرتك يتخلص من السنابل السوداء دي. جميل، ده هيخليني اسال حضرتك دكتور فهيم، اسالك يعني عن يعني حاله الوعي لدى اهلنا الفلاحين والمزارعين، عايزين حضرتك تطمننا عليها، لانه ازاي يتصرف مع مثل هذه الامراض بشكل مباشر. وهنا الارشاد الزراعي ليه دور مهم جدا في رفع وعي المزارعين والفلاحين بمواجهه هذه الاصابات اللي ممكن تطرا على محصول القمح وتؤدي الخسائر. يعني لو هو عنده حاله الوعي ويعرف يتصرف ازاي، فبالتالي هيعرف يواجه مثل هذه الامراض. كلمنا عن دور الارشاد الزراعي في هذا الموضوع تحديدا دكتور. طبعا الارشاد الزراعي تحول زي ما كل حاجه تحولت، وبدا يستخدم تكنولوجيا الاتصالات، بدا يستخدم التطبيقات اللي موجوده على التليفون المحمول، بدا يبقى ليه سوشيال ميديا. خلي بالك اقول لحضرتك حاجه، مزارعي مصر يعني ناس برضو يعني متمشين مع اللي بيحصل. تمام. يعني صفحه مركز معلومات تغير المناخ وهي اللي بتطلع انذار مبكر وتوصيات مهمه، عليها اكثر من 250 الف مزارع اللي بتوصل لهم اللي بتوصل لهم التوصيه تتعدى مئات الالاف واحيانا الملايين. ده صفحه واحده. لا، هو المزارع المصري دلوقتي بدا يستقي معلوماته من المصدر الموثوق به. خلينا نعرف ان في عندنا قناه مصر الزراعيه، وهي قناه تبث على مدار الساعه وبتبث كل ما له علاقه بالتوصيات الخاصه بالزراعه. ففي مصادر اخرى غير الارشاد الزراعي التقليدي بتاع زمان، ان يكون في مرشد ومعاه موتوسيكل ويلف على الحقول والكلام ده، هو حتى العدد مش كافي مش هيقدر يعمل كده. ولكن في ارشاد اخر اكثر فاعليه، وهو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات. انا بنزل التوصيه دلوقتي حالا بعد ثواني بتوصل للمزارع، وبالتالي غير الطريقه القديمه تماما اللي ممكن توصل له بعد يوم او اثنين في ظل التسارع مع في تغير المناخ. المزارع مش هيستفاد من معلومه تروح له بعد ما يحصل الحدث. طبعا بكل تاكيد، وده يعني دور كبير طبعا حضراتكم بتقوموا بيه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعه ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. نشكرك جزيل الشكر.